يسأل يا فضيلة الشيخ عن الوقف عند الناس، بعض الناس يهملون حق الوقف، وما موقف الوكيل الذي على هذا الوقف؟ هل هو يأثم؟ نعم، الناظر على الوقف يجب عليه أن ينفذه على شرط الواقف، ما لم يخالف الشرع يجب عليه أن ينفذه. فإذا كان لا يستطيع تنفيذه أو ليس عنده رغبة في تنفيذه فليتحول عن النظارة ليقام غيره مكانه ممن ينفذ، ولا يحرم الميت من نفع وقفه ويهمل ذلك. هذه مسؤولية وأمانة، إن كان يستطيع القيام بها وتنفيذها فله في ذلك أجر، وللميت نفع في جريان الأجر عليه بعد موت، لأن هذا من الصدقة الجارية التي يجري نفعها على الميت بعد موته، فلا يحرمه من هذا الثواب. إذا كان ما عنده استعداد للقيام بتنفيذ الوقف فليتنحى عنه لغيره ممن يقوم بذلك. نعم.